تعاني منها هشاشة العظام، تعاني من مشكلة بناء الغضاريف من الروماتيزم. جبنا لك اليوم مستخلص عشبة الأفوكادو ومستخلص فول الصويا. هذا العلاج كلش زين، يتكون من 15 كبسولة باليوم، تاخذ كبسولة واحدة والاكثار من شرب الماء يعني. وبنفس الوقت حاول ألا تمضغ الكبسولة، ابلعها وي الماء، والاكثار من شرب الماء هو احد العلاجات، وهنا راح تلاحظ التغيير. لكن نحتاج الى وقت، وكلش مفيد لهشاشة العظام، نحتاج وقت من 3 اشهر الى 6 اشهر الاستمرار على هذا العلاج، تلاحظ اكو تغيير كلش زين. ليش؟ لان المكونات هي اعشاب طبيعية، والاعشاب الطبيعية تحتاج وقت.